أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت منخفضا بنسبة 0.30% عند مستوى 7827 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 37 مليون دينار. جاء سهم شركة الاستثمارات الوطنية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 2.68% عند 0.23 دينار. تلا سهم مشاريع الكويت القابدة بنسبة 1.71% عند 0.11 دينار. تلا سهم شركة بنك الخليج بنسبة 1.59% عند 0.32 دينار. لما تصدر سهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت 3.20% عند 0.24 دينار.